فيديو جديد وفيديو مميز، اتمنى تكونوا بألف خير. هنشوف مع بعض من خلال فيديو النهاردة مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات والاجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد. هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والأدوات المميزة جدا والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنهم، وطبعا هقولكم وعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة بشرحها لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو انت اول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، اتمنى انك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو الادوات اللي في الفيديو دي عجبتك، اتمنى انك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والادوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. بعد كده هنشوف مع بعض. عندنا الفرشة دي بيجي معاها كذا قطعة طبعا على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تنظفي بيها. تقدري تنظفي بيها البوتاجاز او الحلل او الحوض او السجاد او الاحذية، وطبعا مختلف الاسطح اللي عندك. بعد كده عندنا منظم التوابل ده، طبعا تقدري تثبتيه على جدار المطبخ بكل سهولة، وهو بيحتوي على 5 ادراج وكل درج بيحتوي على معلقة خاصة بيه، وطبعا تقدري تنظمي بيه اي نوع من انواع التوابل اللي بتكون عندك، الصحيحة او البودرة. تعالي بقى نشوف مع بعض. عندنا منظم للعصير، تقدري ان انت تنظمي فيه 3 انواع مختلفة من العصير، وتقدري ان انت تستخدميه وهو في التلاجة، يعني مش هتضطري تطلعيه من التلاجة عشان تستخدميه. بعد كده معانا الاداة اللي بتساعدك تقطعي اللحمة كرات، وطبعا بتنجز معاكي في الوقت وسهلة جدا. بعد كده عندنا الاداة اللي بتساعدك على ازالة البذور من الزيتون او البلح او الفاكهة عامة. وهنا عندنا اداة كمان بتساعدك ان انت تقطعي الحاجة اللي انت شلتي منها البذور بشكل دائري زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا الترابيزة او الطاولة الصغيرة دي، وطبعا تقدري ان انت تستخدميها للمذاكرة او الاكل، وطبعا تقدري ان انت تثبتي عليها اللابتوب او التابلت بتاعك وانت على السرير. هنا بقى عندنا الفوطة دي، وهي بتكون مصنوعة من القطن 100%، وطبعا بتكون قادرة على امتصاص السوائل، وتقدري تستخدميها في التنظيف وتنشفي بيها الاطباق بعد ما تغسليها، وتقدري ان انت تغسليها بكل سهولة زي ما انت شايفة كده. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا منظم البوكليات ده، طبعا تقدري ان انت تنظمي فيه الرز او مختلف انواع البوكليات اللي بتكون عندك. بيجي معاه كوباية معيارية تقدري تعايري بيها الكمية اللي انت محتاجاها. بعد كده عندنا المنظم ده، تقدري ان انت تثبتيه كده على حوض المطبخ وترتبي عليه اسفنجة المواعين ولوازم وادوات تنظيف المواعين. وهنا بقى هنشوف مع بعض منظم الزيت ده، تقدري تستخدميه وتدهني منه بالفرشة بحيث انه يديكي كمية قليلة من الزيت. بعد كده بقى معانا حامل المناديل ده، تقدري ان انت تثبتيه عندك في الحمام بكل سهولة وتعلقي عليه مناديل الرول او المناديل الورق. عاوزة اقولك لو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو، تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وافكار تانية كتير، ما تنسيش تدوسي اشتراك وفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ويلا بقى نكمل ونشوف باقي المنتجات اللي معانا بالفيديو ده. وبعد كده معانا كمان منظم البوكليات ده، تقدري انك تثبتيه عندك في الجدار في المطبخ
وهو كمان بيبقى مقسم من جزئين، تقدري انك تنظمي من خلاله الرز والسكر والبقوليات والدقيق. وتعالي بقى كمان شوفي معايا أداة التثبيت دي، تقدري ان انتي تثبتيها عندك في الحمام او في الممر وتنظمي عليها الشباشب بتاعتك. ودلوقتي تعالي بقى نشوف مع بعض أداة التثبيت دي، تقدري انك تثبتيها عندك في الحمام وتنشري عليها الفيوت بتاعتك الصغيرة. وهنا بقى هنشوف مع بعض منظم الزيت ده، تقدري تستخدميه وتدهني منه بالفرشة بحيث انه يديكي كمية قليلة من الزيت. وهنا بقى عندنا كفرات كوابل للكهرباء، وهي مهمتها ان كوابس الكهرباء عندك ما يوصلهاش اي مية، وتقدري طبعا تثبتيها عندك في الحمام او تثبتيها في المطبخ. هنا بقى معانا اداة التثبيت او الحامل ده، تقدري انك تثبتيه جنبك على السرير او جنب كوبس الكهرباء، وتقدري تستخدميه تحطي فيه مثلا موبايلك وهو بيشحن، او تحطي فيه ريموت التلفزيون، او تعلقي عليه ادواتك. وهنا بقى معانا فتحت الازايز دي، استخدامها سهل جدا وبسيط، تقدري انك تفتحي بيها الازايز كده بكل سهولة. هنا بقى معانا اداة التثبيت او الحامل ده، تقدري انك تثبتيه جنبك على السرير او جنب كوبس الكهرباء، وتقدري تستخدميه تحطي فيه مثلا موبايلك وهو بيشحن، او تحطي فيه ريموت التلفزيون، او تعلقي عليه ادواتك. وكمان طريقة تثبيته سهلة جدا. بعد كده تعالي نشوف مع بعض اداة التنظيف دي، وهي عبارة عن فرشة سيليكون طويلة، تقدري ان انتي تنظفي بيها الكوبايات الطويلة والكنك والبرطمانات والادوات الغويطة. بعد كده هنشوف مع بعض اداة التقطيع او الفرم، بتيجي عبارة عن طبق جواه مصفى، وكمان بيجي معاها كذا قطعة من اشكال التقطيع، تقدري تبدليها طبعا على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها. وغير كده الاداة المميزة اللي بتمسكيها بايديك عشان تقدري تقشري بيها، وطبعا اي حاجة انت بتقطعيها او تبشريها بتنزل في المصفى. ومعانا كمان المعلقة الميزان دي، تقدري ان انت توزني بيها المكونات بتاعتك، هتفيدك قوي لو انت بتعملي اكلات بالجرامات. كمان معانا اداة تثبيت وحوامل، تقدري تثبتيها عندك في الحمام او في المطبخ، وتثبتي عليها العصيان زي الممسحة او المقشة ومختلف لوازم التنظيف. وهنا بقى عندنا اداة تقطيع وبشر الخضروات، بيجي معاها كده كذا قطعة من اشكال التقطيع، تقدري تبدليها على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها او تبشريها، زي الجزر او البصل او البطاطس او الكوسة والثوم. تعالي بقى شوفي معايا هنا منظم الحمام ده، وهو عبارة عن دورين، تقدر ان انت تنظمي فيه المناديل الورق او المناديل الرول. وطبعا طريقة تثبيته بتبقى سهلة جدا على الجدران. وبعد كده معانا سلكة المواعين دي، وهي بيبقى فيها جزء مخصص تقدري انك تضيفي فيه سائل التنظيف، وبعد كده بتضغطي عليها وتبدأي تنظفي بيها الحلل والطاسات او الاطباق، وبيجي معاها حامل تقدري تثبتيه جنب الحوض عندك. وبعد كده معانا منظم البيض، وهو عبارة عن درجين على دورين، واهم حاجة انه بياخد كمية كبيرة من البيض، تقريبا بياخد معاكي حوالي 60 بيضة، وتقدر ان انتي تستخدميه جوه التلاجة او برا التلاجة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المنظم اللي تقدري تثبتيه عندك على جدار المطبخ، وتقدري تنظمي عليه مختلف انواع السكاكين والشوك اللي بتبقى موجودة عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الاداة السيليكون اللي بتساعدك على فتح مختلف انواع البرطمانات او الازايز اللي بتكون عندك بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بعد كده تعالي بقى شوفي معايا الجهاز ده اللي تقدري من خلاله تعملي منه عيش الكريب بسهولة جدا في البيت.
دلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهولة، بعد ما شفنا مع بعض مجموعة من المنتجات المتميزة اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي كمان بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت واستغلال المساحات الصغيرة في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة، والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وتقدري ان انتي تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وكمان بتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. انتي تقدري ان انتي تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق. تقدري ان انتي تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انتي عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انتي تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق AliExpress او علي بابا او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها، لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما سعر مصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه طبعا. بعد كده الطريقة التانية، وهي بتبقى الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام، وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن برضو على حسب المحافظات اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتبقى سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة بقى للطريقة الثالثة فهي بتبقى المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي، زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس وكده يعني. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويوصل لها بسرعة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقدرتوا تستفيدوا منه. ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة بالذرة على اللايك والاشتراك في القناة. ولو عندكم اي استفسار في اي حاجة تقدروا ان انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في رعاية الله.